هناك انفجارات تهز باكستان، وهي بلا شك محاولة لزعزعة الاستقرار التي وصلت إليه باكستان في المرحلة الأخيرة، وما تبلور عنه من حكومة ارتضت الشعب لأن تحكمه. ولكنك من يريد أن يعبث بهذا النظام وباستقرار وزعزعة الاستقرار فيه، وهذا بلا شك شيء مرفوض، وسوف تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة مواطنيها وعودة الهدوء والاستقرار إلى البلاد قدر المستطاع، وأن تدرك الأسباب التي أدت إلى ذلك ومحاولة معالجة تلك المشكلات التي تعصب البلاد بشكل أو بآخر.